ونتحول الآن إلى شبكة مراسلين، نبدأ من صنعاء مع مراسلنا خليل القاهري. خليل، يعني سجلت إذن أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء واتخذت تدابير إغلاق، لو تضعنا في تفاصيلها. نعم، وفقا نجلاء لوزير الصحة في حكومة الحوثيين دكتور طه المتوكل في مؤتمر صحفي قبل قليل، فإن هذه الحالة لمهاجر صومالي يعني كان في أحد الفنادق في العاصمة صنعاء، وبالتالي تلقوا بلاغا من هذه الفنادق وقال بأن فرق الرصد الوبائي توجهت إلى المكان يوم الأحد الماضي، وكانت الحالة قد توفيت وتم أخذ العينة وإجراء الفحوصات اللازمة المخبرية اللازمة لها، وتبين أنه كان يعاني من فيروس كورونا المستجد، وقال أيضا بأنه كان يعاني بالتزامن مع ذلك من أمراض مزمنة في الكبد والكلى، وبالتالي هذه أول حالة يتم الإعلان عنها في صنعاء، ودعا الوزير كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات. هذا يضاف إلى أن بعض الإجراءات الاحترازية كانت قد اتخذت خلال الفترة الماضية، منها إغلاق المدارس والجامعات كما تعلمين، وكذلك التقليل من حجم التجمعات الكبيرة للمواطنين، وبالتالي يتوقع أن يزداد المستوى لهذه الإجراءات خلال الفترة القادمة بالنظر إلى الإعلان عن اكتشاف أول حالة من فيروس كورونا في صنعاء. أما نعم، في بقية المحافظات فقد تم خلال الساعات الماضية الإعلان عن اكتشاف 9 حالات، 8 منها في عدن وواحدة في حضرموت، ليرتفع إجمالي الحالات في المحافظات الجنوبية إلى 21 حالة إصابة بينها حالة وفاة واحدة، وفقا للجنة المكلفة نعم. بمكافحة فيروس كورونا. شكرا لك خليل القاهري، وأتحول إلى الدوحة مع سلمان النجار لتضعنا في آخر حصيلة للإصابات أو للوفيات جراء كورونا في قطر. نعم نجلاء، لا وفيات جديدة في قطر، أعداد الوفيات هي 12 وفاة منذ انتشار المرض أو بدء انتشار المرض في قطر قبل أكثر من شهرين، لكن اليوم اللافت هو أن قطر سجلت أكبر حصيلة من نوعها منذ بدء انتشار المرض، وهي 951 حالة أعلنت عنها وزارة الصحة القطرية. اللافت أيضا في هذا الرقم أنه من بين كل 3 أشخاص يتم فحصهم هناك اكتشاف لإصابة، وهذا ما تقول عنه وزارة الصحة القطرية من أنها تفحص جميع المخالطين وترسل فرقها الطبية لفحص جميع المخالطين للحالات المصابة. إذن من بين كل 3 أشخاص يتم فحصهم 3000 فحص ونحو 1000 إصابة تسجل هنا في قطر. هذه الإصابات ترفع عدد الإصابات في قطر إلى أكثر من 17 ألفا، المتعافون على الطرف الآخر نحو 2000، سجلت 100 وأكثر من 100 نحو 150 حالة خلال 24 ساعة من المتعافين. اللافت أيضا أنه رغم دخول المرض ذروته في قطر، لكن السلطات القطرية لم تتخذ مزيدا من الإجراءات ومزيد من التضييق على حركة الناس في الشارع. الحركة زادت عما كانت عليه قبل أسبوعين أو حتى قبل شهر من الآن، وهذا أمر ملاحظ في شوارع الدوحة. ربما السلطات لا تتخذ هذا الإجراء نظرا لأنها مطمئنة إلى أن أكثر حالات الإصابة هنا في قطر هي إصابات بلا أعراض تماما أو بأعراض خفيفة جدا، وهو ما يعطي رسالة طمأنينة إلى السلطات الصحية من أن الأمور تحت السيطرة حتى الآن. نعم، شكرا لك سلمان. نتحول إلى اسطنبول مع مراسلنا من هناك عدنان جان. عدنان، إلى أي حد فعلا تتواءم الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية مع الحصيلة التي تسجل، ويعني مع آخر حصيلة تحديدا؟ نجلاء، هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات هنا في تركيا، وبالتالي يوم أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قرارا يقضي بعودة الحياة إلى طبيعتها لكن بشكل تدريجي. اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سوف يتم إعادة فتح مراكز التسوق وأيضا صالات الحلاقة والتجميل في عموم تركيا، لكن بشرط أن يتم اتخاذ تدابير السلامة والوقاية ضمن هذه الأماكن. أيضا المصانع سوف تبدأ عملها أيضا مطلع الأسبوع المقبل، وكبار السن ممن كان يحظر عليهم بتاتا الخروج إلى الشوارع
سيتم السماح لهم بشكل مبدئي للخروج يوم الأحد المقبل لمدة 4 ساعات فقط، وهذه الإجراءات ربما قد تتبعها إجراءات أخرى في حال تم الالتزام وانخفضت واستمر انخفاض أعداد الإصابات هنا في تركيا. نحن الآن نتحدث عن نحو 128 ألف إصابة في عموم البلاد. بالأمس تم تسجيل 64 حالة وفاة و 1614 حالة إصابة، وهو رقم منخفض كثيرا مقارنة بالأيام الأولى لانتشار هذا الوباء، حيث كان يتم تسجيل أكثر من 4500 إصابة بشكل يومي، والآن هناك انخفاض ملحوظ، وبالتالي تسعى السلطات التركية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها رويدا رويدا ضمن بعض الشروط التي أعلنت عنها الحكومة التركية يوم أمس. شكرا لك عدنان. معاذ حامد مراسلنا من مدريد. إذا معاذ، يعني مع استرخاء الإجراءات في إسبانيا يبدو أن الحكومة بدأت تنظر الآن إلى التداعيات الاقتصادية مع عدد العاطلين عن العمل بسبب الإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا. نعم، في الحقيقة خلال تقريبا الشهرين الماضيين فقد أكثر من 600 موظف وظائفهم بشكل كامل وفق وزارة العمل، إضافة إلى أن أكثر من وظيفة فقدت في سوق العمل. هنالك أكثر من 5 مليون شخص يعيشون على الإعانات الاجتماعية من قبل وزارة العمل، إضافة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى ما يقارب 8%، وهذه نسبة عالية جدا لم تشهدها البلاد منذ تقريبا عام 2016. لكن الحكومة متفائلة نوعا ما في أنه في شهر مايو أيار الحالي عندما تم فتح الأعمال قد يرتفع منسوب التوظيف، ولذلك قد يتحسن الاقتصاد نوعا ما. هي تنظر بعين من التفاؤل إلى قادم الأيام. اليوم النقاش الدائر الأبرز هو أنه غالبية الإصابات بالرغم من انخفاض إصابات كورونا في خلال الأيام الماضية، إلا أن أكثر من 40% من هذه الإصابات هي للعاملين في المجال الصحي، وهو ما يفتح المجال مجددا حول وسائل الحماية التي توفرها الدولة للعاملين في المستشفيات. نقابات المهن الصحية تحذر من أن المستشفيات قد تصبح البؤر القادمة لتجدد انتشار فيروس كورونا، وتطالب الحكومة بشكل مستمر بتوفير وسائل الحماية للأطباء. طبعا يجب أن نذكر أن أكثر من 14% من مجمل الإصابات الموجودة في عموم إسبانيا هي إصابات للعاملين في المجال الصحي، سواء كانوا يعملون في النظافة أو في التمريض أو الأطباء. إليك نجلاء. شكرا لك معاذ حامد من مدريد. وأتحول إلى صابر أيوب مراسلنا في لندن. إذا بريطانيا على ما يبدو هي الأولى الآن أوروبيا من حيث عدد الوفيات، لكن مسؤولين بريطانيين يقولون لا يجب المقارنة لا مع أرقام إيطاليا ولا غيرها. كيف يعني تفسر الهيئة الصحية في بريطانيا هذه الأرقام؟ الهيئة الصحية لم تعلق لحد الآن على هذه الأرقام، لكن هذا الرقم أو انتزاع، بالأحرى انتزاع بريطانيا لمكانة أو لموقع إيطاليا في الصدارة في ما يخص عدد الوفيات بهذا الوباء، صدرت عن المركز الوطني للإحصاء الذي في العادة يتتبع هذه الإحصائيات ويرصدها خلال فترة تمتد لعشرة أيام. لسنا ندري بالضبط لماذا ارتفعت هذه الوفيات، هل لأنه تم في الآونة الأخيرة إحصاء أيضا المتوفين خارج المستشفيات مثل ما في الحقيقة تفعل دول كثيرة، فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحصي هذه الوفيات في دار في دور المسنين وأيضا في منازل البيوت خارج المستشفيات، هل لأن بريطانيا أغلقت أيضا أو لجأت إلى الإجراءات الاحترازية للتحديد من انتشار الفيروس متأخرة لعدة أسابيع، كان خلالها الفيروس يتنقل في صمت من شخص إلى آخر باعتبار أن أعراضه لا تظهر في بعض المرات بعد 14 يوم أو أكثر، حتى بنسبة تختلف من شخص لشخص. ربما هذا ما يفسر هذا الارتفاع. فيما يخص أيضا إيطاليا لديها عدد كبير من المسنين، وكذلك بريطانيا
إذن ربما تكون هذا الارتفاع أو انتزاع بريطانيا لتكون بمثابة هي بؤرة الوباء نعم في أوروبا، ربما ستكون له تفسيرات علمية أخرى ربما سنطلع عليها في وقت لاحق، ومثار جدل سياسي أيضا ربما. صابر أيوب، شكرا لك مراسلنا من لندن وأيضا لشبكة مراسلينا.